الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تبارك وتعالى هذا المنبر يعني حقق نجاح كبير جدا، ومن أكبر علامات هذا النجاح ظهور الشرذمة البيجاي يمين وشمال. ده من أكبر علامات النجاح. وأنا أضرب لك مثل، لما نيجي واحد في السوق الآن يفتح مطعم والزباين يكتروا على المطعم، بتلقى دائما بيجوا واحدين بيجاي شمال ويمين يفتحوا مطاعم، مش كده؟ ده في السوق. ده من أكبر علامات وأسباب إنه المطعم ده مطعم ناجح. ونحن بنقول لك هذا المطعم مطعم التوحيد، مطعم ناجح وشطة ثقيلة والحمد لله. عرفتها؟ ديل ما بيع ده بيوزع له في شاورما أظن، وداك برجر، هنا شطة ثقيلة والله العظيم. ولو دار تضوق البيجاي ده بتاع حزب اللمة يا أخي، ديل ما توزعته. أنا ما عارف الأحياء شنو الليلة. ديل حصل شفتوهم يوم في الجامعة، واحد بيجاي زي القرد والثاني بيناك تحت الشجرة، وما كلام ناجر من راسه ساي. ديل أولاد الصادق المهدي ما عندهم أي شيء، ونتحداهم يبقوا رجال يجوا خاشين رجاله، بس ما بيقدروا كلهم الخمسه ولا الاربعه اللي جاي. وديل بتاعين النبهاني اظن حزب التحرير ما عندهم اي حاجه، والا يبقوا رجال. ده البنضم والثاني اللي معاه يبقى راجل يجي يخش معانا هنا، مش دار تقول الخلافه وما الخلافه. هاي تعال هنا عشان نوريك ذاته الخلافه والخليفه ومنه ذاته. تعال خش علينا، شفت زي تلعب بالجنبات ما بينفع. بنديك شلوت بيجاي وداك بنديك شلوت، ودي هذا فضل من الله عز وجل. ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنحن اليوم فرحين جدا والله بفضل الله عز وجل، وبيتكسروا. تأكد من المعلومة دي تماما، ما بيستمروا كثير. هسي ده هياخد له 20 دقيقة بيفتر، يا بيفتر يا بيقول خلاص زمن الكلام انتهى، ما قابض له شغل. ايوه عنده عداد زي بتاع التاكسي، التوريدة مرقت خلاص بيقرش ثاني في شنو. ده برضه عنده توريده قابضه ما بيستمر. اتحداك صلاه العصر ما بحصلوها، وانتوا فيه ونحن فيه. كويس؟ طيب انا دار ادخل في الجماعه ديل زي ما عودنا الطلاب، لانه ديل هم المصيبه الكبرى في هذه البلاد الصوفيه. والحمد لله برضه اختفوا من الجامعه دي، قالوا الجامعه حقتنا، قالوا الجامعه دي حقتنا من درما الاسلاميه، قالوا نحن اللي اسسناها والمدير كان مننا. طيب انتوا وين يا صوفية؟ الآن السلفيين في قعر داركم ويعيبون دينكم ويشتمون آلهتكم، وين انتوا يا صوفية؟ لماذا لا تدافعون؟ ما بتدافعوا ليه؟ تعالوا انصروا آلهتكم الباطلة لو بتقدروا. دي المرة الرابعة ولا الخامسة الصوفية اختفوا الحمد لله. كل ده بفضل من الله تبارك وتعالى، لا بحول منا ولا قوة منا، احنا ما عندنا حاجة، لكن الحمد لله الحق ده قوي قوي ما بيتقابل اصلا، ولا بتقدر تقف قدامه، ولا بالجنبات ذاته ما بتقدر تقف، مش قدامه بالجنبه ما بتقف لو انت صاحب باطل. طيب ده كتاب الفيوض، فيوض البحور المتلاطمه، قال في شرح الراتب المسمى بالانوار المتراكمه، وشرح التوسل باسماء الله الحسنى والتوسل باسماء اكابر العارفين. ما في اكابر عارفين، ديل صعاليك ساي، ما في أكابر عارفين عند الصوفية أصلا، وما في توسل بالعارفين أبدا، ده توسل بدعي باطل من أبواب الشرك بالله تبارك وتعالى، يعني من الأبواب التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل. كويس؟ قال تأليف إمام العلماء الراسخين وواسطة عقد الأولياء المقربين سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني الملقب، هنا كاتب بالخيم وطبعا الختم اخذت لها النقطتين بيتعيد، قال الملقب بالخيم شيخ الطريقه الختميه، امدنا الله بفائض امداداته وغمرنا بهاطي البركات في الدنيا والاخره. والله ده ما عنده اي غم ولا عنده بركات ولا اي حاجه، عارف المعلومه دي اول حاجه. طيب هذا الكتاب الفاشل صفحه 93، الصفحة كم يا طلاب؟ الصفحة
93 من الكلام الكفري. الكتب الصوفية الطريقة الختمية قال: ومن كراماته، صفحة كم؟ 93، بيتكلم عن شيخ. قال: ومن كراماته حين دخل عدن، ما بعرف عدن دي عدن جنة عدن ولا وين، الله أعلم. قال: حين دخل عدن قال للسماء: يا سماء صبي لبن. قال للسماء كبي شنو؟ كبي لبن. قال لا، الحصل شنو بعد ذاك؟ صبي لبن. قال: ابن عبد الله دخل عدن. يعني قال له طالما انا، قال للسماء طالما انا خشيت عدن فلازم يا سماء تصب شنو؟ تصب لبن. قال: فصبت السماء لبنا. يا سلام، كذب يا اخي. لو صبت السماء لبن، لو افترضنا انه صبت السماء لبن، ده ما فيه دليل انه ده ولي، لانه المسيح الدجال، المسيح شنو؟ الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأمر السماء فتمطر السماء، تمطر السماء، ويأمر الأرض فتخرج كنوزها فتتبعه كيعاسيب النحل. هل ده فيه دليل إنه المسيح الدجال ده ولي من أولياء الله الصالحين؟ ده دجال. لكن دي كلها خوارق بتاعت عادات، وفيه شيء من شغل الشياطين، شياطين ذاته بيشتغلوا مع المسيح الدجال. فعادي ممكن الشيخ يوهم الحيران، يكونوا في 3-5 شياطين قاعدين فوق ماسكين جراد المليانة لبن، والله عادي 5 شياطين قاعدين وين؟ قاعدين فوق هناك، أي واحد ماسك له جرد المليان لبن، هو مش بيقول يا سماء، هو بينادي في الشياطين ما بنادي في السماء. صبي لبنا طوال الشياطين، أوه يدفقوا اللبن الجماعة. يا سلام، أبونا الشيخ ولي كبير يا أخي، ده شغل شياطين قاعدين فوق أنت ما شايفه، سارقين لهم لبن من الدويم اظن ولا وين ما بعرف، شياطين سرقوا اللبن مرقبوا فوق قاعدين يدفقوا في الناس. فده لو حصل فده ما فيه دليل انه ديل اولياء، اصلا ديل اولياء للشيطان الصوفيه. طوالي في نفس الصفحه فوق للكلام ده نقل كلام العيدروس. العيدروس الذي سمي بالعيدروس قالوا لانه كان بيقطع بعض الرؤوس المريدين ثم يعيد الرأس في مكانه. عادي بيتفسح في المريد عادي، المريد ده عنده شفته زي الكارو، تفك اللاستيك تركب اللاستيك عادي عنده، يقلع رأس المريد كك يشيله لك برا ثاني يرجع يركبه. يا زول انت في المنطقة، في المنطقة الصناعية. قال لذلك سمي بالعيدروس لأنه بيعيد شنو؟ يعيد تركيب الرؤوس. ده كل شغل بتاع كذب. الدجال ذاته بسوي كده، المسيح الدجال ذاته عنده شغل زي ده. انت راجع كتاب الفتن صحيح الامام مسلم، شوف المسيح الدجال بيقطع له ذول اثنين عديل، بيقطعوا بالمنشار نص كر، يمشي بين النصين يجي راجع ثاني عشان يقنعك انه خلاص يعني الود عارف يعني، يمشي بين النصين ويجي راجع ثاني يقول للشاب اجتمع، يجي طوال النص البيجاي مع النص البيجاي يتلمى فيتهلل الشاب ضاحكا. ده بسوي المسيح الدجال، كله ده شغل بتاع شياطين، كله شغل بتاع شياطين. قال لا، ولذلك سمي العيدروس. ومن كلامه هذا: انا عرشها والكرسي انا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. انت تعال اطفي نار الحلقه دي، خليك من نار الجحيم. حلقة دي مولعة ولا ما مولعة؟ مولعة شديد والله، مولعة ولع. انت ما بتحس بها الا تخش هنا، عرفتها؟ خليه يجي يطفي نار الحلقة، نار الجحيم ما بتقدر عليها، والله ما بتقدر عليها. تعال يا صوفي اطفي نار الحلقة المولعة فوق راس ابوك الشيخ، والمولعة في كل الطرق الصوفية وكل الاحزاب والجماعات، البيجاي والبيجاي، البينة والبينة وغيرهم. هل بيستطيع؟ ما بيستطيع. يبقى الكلام ده حكمه شنو في الشريعة الإسلامية؟ كفر بالله تبارك وتعالى. فكذا لما نقول لك الصوفية هم دعاة الكفر انت ما تستغرب، هم دعاة الشرك ما تستغرب اصلا. طيب، كتاب النور البراق
في مدح النبي المصداق تأليف قال ختم أهل العرفان نفس الوهمة القديمة السيد محمد عثمان المرغني المكي طلعوه من مكة كمان أهو تاني رضي الله عنه ونفعنا به آمين. طيب نشوف الحاسي شنو جوا في النور البراق صفحة 124 مية كم يا طلاب؟ يا ريت الطلاب يسجلوا الصفحات دي لأنك أنت بعدين لما ترجع البيت بيلاقوك ناس مجارمة إما في الشارع إما في الحلة ما صوفيا ديل تحفظ الصفحة قول لك كتاب النور البراق صفحة كذا عشان تاني ما أقدر أغلطك كثير. قال فكنت بيتكلم عن نفسه فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي وربنا يقول تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربنا قال سبح لله ما في السماوات والأرض ده قال لا كلام الله ما صح كلامي أنا صح. قال يسبح الكون كل الكون تسبيحا قال لي إجلالي إجلالا له قال الكون بيسبح إجلالا له. الكلام ده حكمه شنو يا طلاب؟ كفر بالله عز وجل. قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها العرش بتاع الله ما في يا تعرش تاني يقصد أطلق ما قال عرش كذا قال العرش يعني العرش بتاع منه بتاع الله الذي قال الله تعالى عنه الرحمن على العرش استوى. الصوفي قال فالعرش والفرش ما بعرف يا تفرش ده والأكوان كل الأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي كل قال في سعتي أنا الختمي. طيب التنازل انتخابات ليه وكيد جامع الكون نزلوا ولا ما نزلوا كان رمز القرجة مش كده عصاية تكسر راسك يا ختمي كانوا نازلين برمز العصاية القرجة نازل انتخابات ليه طالما انت جامع الكون كله في سعتك مستهلك بالك زي ما بتقول. طيب الكلام ده برضو شنو حكمه كفر نمرة اثنين. قال فكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما شوف إنما دي أداة حصر فإنما هو ده ضمير فصل برضو بيفيد الحصر فإنما هو من مني ومندي للتبعيض يعني ما كل المن شوية بس فإنما هو من مني وإفضالي يعني قال لك أي فضل في الدنيا في الكون عبارة عن شنو جزء من فضل الختمية. كلام ده حكمه شنو يا طلاب؟ كفر نمرة أربعة من هنا بس من قصيدة واحدة. وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي. تعرف الرشح؟ كده يعني تحت الموية دي كويس ده الرشح يعني حاجة زي ذو الرشاك كده مش دفك فيك لا رشاك رشة بسيطة. قال لك الشغل ده كله العلم اللدني كله ما في علم لدني وينو يا تعلم ده لدني. انا اتمنى انه بعد شوية انا هفتح فرصة يجينا صوفي هنا ينبسغ ويتمحور يعمل اي حركة حركتين يورينا ذاته بهلوانيات العلم اللدني. تعال بعدين يا صوفي ادينا نموذج من العلم اللدني بتاع شيخك ولا زي تقول الكتاب ما حقنا ولا يا اخي بس تعال قول اي شيء عليك والله الصوفي ذاته اشتقنا لهم يخشوا الحلقة دي ما في زين يا اخي تعال قول اي شيء تعال قول اي حاجه قول انتوا وهابيه بيجيكم قروش من السعوديه للنهايه بس تعال خش كيف تخش يا ريت تخش يا صوفي كويس. قال لا فرشح فاض من حالي وكل غوث به دان الوجود له اعرته خلعه من سندس القالي. يا اخي ده كله نجر الفرصه مفتوحه للحوار والنقاش والمداخلات ما لو ما خشيت انا بدوس تاني ما بشيل كراعي من الابنص انا دايس برفع لك حبه كده عشان تخش يا صوفي ما خشيت ابنصي فرج زي ما بقولوا السواقين. الفرصه مفتوحه للحوار والنقاش. صوفيا ديل حزب التحرير يا ودي يا بتاع الخلافه
تعال ورينا انت الخليفة. اصل ده شكله شكل خليفة. والله انت ثورة بالنص ما تنفع. خليفة شنو يا تعال ورينا خليفتك دي والخلافة. تعال انبزخ هنا ورينا خلافتك. خليفتكم منو ذاته؟ ها؟ وديل بتاع حزب الأمة الصادق المهدي يضرب في الدجاج والشيكين ويرسل لك ديل المساكين ديل. حق الطامية ما عنده. والله حق الطامية ما عنده. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. ما بيقدر. شفت الحق ده قوي كيف؟ شغل سخن. قلت لك هنا فتة بشطة تقيلة ما بتقدر تغوش هنا. أنا عارف. طيب نمشي قدام ولا نفتح؟ طيب نمشي لقدام. كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. محمد ضيف الله. محمد منو؟ ضيف الله. طيب الصفحة 25 وده قاعد نقوله كثير وما بنخليه. طيب الصفحة 25 قال فلما وصل الشيخ أدخلوه على المولود وأخرج النساء فأدخل أسبوع في فمي في فمي فنبع منه اللبن وقيل ملص القميص. شيخ بيملص القميص ثاني وتحزن بالفركة. ده طبعا إدريس ودى الأرباب الفركة. وعصر ثديه حتى درت اللبن فحنكه منه. هذا الشيخ برضو بطلع لبن كمان يا صوفي. تعالوا ورونا نموذج من هذا اللبن. أيوة قال لك أخونا بستي ولا كابو. ده أظنه لبن إدريسي. نسبة لمنو؟ إدريس ودى الأرباب. والود ده طبعا بيقى ولده من الرضاعة. هذه تاني إشكالية كبيرة بيدخلك في إشكالات فقهية كثيرة. وهل يرث ولا ما يرث؟ ده موضوع طويل. لذلك بيرسل أحكام الميراث من أمريكا. نوريك لذلك ونسألك الود ده بيرث ولا ما بيرث؟ تعال جاوب لنا ورينا الحاصل. ولا ما ولده من الرضاعة؟ إلا يجي يقول لا ما ولدي. يبقى أشوف اللبن أشربه ده مشى وين؟ وهل خمسة رضعات مشبعات ولا الحاصل شنو يا صوفيا؟ شيخ بيرضع. قبحكم الله يا اخي. دي شغلة عجيبة مرة واحدة. الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. انت وكيف تفتح فرصة ما تجينا هنا؟ تعال تعال هنا. اسي شوية بيمشي للكثير ولا الكثير؟ الكثير بيمشي للشوية. الشوية يمشي للكثير مش كده؟ طيب احنا الحمد لله كتار. انت شوية تعال هنا عشان ذاتك تظهر يرفعوك في اليوتيوب وتبقى ظريف ويقولوا دي الناس الخلافة. ما تجينا الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش يا ولد. تعال الخلافة. انت جابك شنو؟ انت ما بتعرف الشغل هنا سخن؟ منو اللي قال لك تجي بي جاي؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد جزا الله المتحدثين خيرا. قبل أن أسأل السؤال أريد أن أنصح الإخوة نصيحة مهمة. وعن الإخوة أن لا يتبعوا في دينهم شيخا معظما للنفوس أهما كان. ولا بد أن يأخذ علم من شيخ له دليل. العلم بلا دليل لا يؤخذ مهما كان الشيخ ومهما كان الرجل ومهما كان ليس له عقيدة خربة. وإن كان رجلا صالحا لا بد له أن يأتي بالدليل. فهذا كان حال السلف رضي الله عنه وهذا حال الصحابة والتابعين ومن تابعهم إلى يوم الدين. وأسأل سؤالي في المولد النبوي. أريد أن أعرف معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أن الرسول ولد عام 12 ربيع الأول. هل هذا التاريخ متفق عليه في أهل سير قاطبة أم هو مختلف فيه؟ وأرجو من المتحدثين أن يوضحوا هذه النقطة. جزاكم الله خير. طيب أول حاجة جزاه الله خير وقدم معلومة كويسة إنه العلم لا يؤخذ إلا بالدليل. وده كلام صواب لأن ربنا سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما بالنسبة لتاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فده مختلف فيه بين العلماء. العلماء اتفقوا في تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما تاريخ الميلاد فمتفق في مختلف فيه بين العلماء. وممكن تراجع لسير أعلام النبلاء أو تراجع البداية والنهاية للعلامة ابن كثير وغير ذلك من المراجع. طيب
ربنا قال، السائل بيقول ربنا قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فكيف تكون الوسيلة؟ وقال واتبع سبيل من أناب، سبيل من أناب إلي، فكيف يكون الاتباع؟ أما بالنسبة للوسيلة فالوسيلة معناها القربة، وهذا باتفاق المفسرين كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة بمعنى القربة، وده كلام السلف كلهم بالاتفاق، ما في أصلا خلاف. والدليل على إن الوسيلة بمعنى القربة قول الله عز وجل في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون أو يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب. فالوسيلة بمعنى القربة، والتوسل يعني التقرب. والوسائل المشروعة كثيرة والحمد لله. التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى برضو توسل مشروع، التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ده دين ومن الإيمان، توسل مشروع. وعد العلماء كثير من أنواع التوسل المشروع، ممكن تراجع في ذلك كتاب التوسل للوسيلة للشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. أما التوسل الممنوع وده اللي بيمسكوا فيه الصوفية، الغريبة بخلوا الخير ده كله 7 أنواع تقريبا أو أكثر من أنواع التوسل المشروع بيخلوا، يجوا يمسكوا في التوسل الممنوع، وده علامة من علامات الضلال. أنت كيف تخلي الحق الكثير والحمد لله وتمسك في الباطل شوية؟ كالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ده توسل بدعي غير مشروع، لأنه ما توسل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ولا أمر بذلك، ولا أحد من الصحابة توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا تابعين ولا تابعيهم ولا الأئمة الأعلام كلهم، ما ثبت عنهم أبدا ولا شرعوا لنا أن نتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذات أحد من الناس أبدا. لأنه إذا كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، فمن باب أولى التوسل بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هم بيسموا التوسل وده عير الشرك، إن الواحد بيمشي عند القبر بينادي سيد القبر، زي المقطع الآن موجود في وسائل التواصل، تلقى واحد صوفي عمك كبير شايب واقف قدام قبر حسن وتحسونة، وراه مجموعة من الصوفية قرابة 20 أو أكثر، الزول ده بينادي في الشيخ وتحسونة، قال يا الشيخ حسن وتحسونة ديل جوك، وانت عارف الفي قلبن، تخيل معي انت عارف الفي قلبن وماشين على سنتك والطريقة اللي رسمتو ليهم، بيتكلم مع منو؟ مع وتحسونة، ودايرين الصرف، دايرين شنو؟ كهرباء مالا، دايرين الصرف، أنا ما أعرف يا تصرف وتحسون بنك الخرطوم النيل الأزرق الله أعلم، دايرين الصرف فأعطي كل سائل سؤله. قال وتحسون أدي أي سائل شنو السؤال اللي هو دايره ده. لما تقول للصوفية ده شرك بيقول لك لا توسل، ده ما توسل أبدا، وما في ولا دليل واحد لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول واحد من السلف إنهم كانوا بيجوا لقبر من القبور، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا بيجوا ويقولوا يا رسول الله اعطي كل سائل سؤله، أو يا رسول الله اعطنا ما نريد، أو يا رسول الله ادفع عنا الشر والبلاء. أصلا ما في إطلاقا. فده عين الشرك اللي بيسووه الصوفية، ده عين الإشراك بالله تبارك وتعالى. طيب شنو؟ سمعتوا؟ ده عمك ذاته، عمك الصوفي.
احنا بنجيب لك كلامه بالنص لانه حافظينه في راسنا والحمد لله. ده شرك بالله عز وجل. والا لو ما شرك بس الصوفيه يجوا يقنعوا الطلاب انه ده ما شرك، بس ثاني ما في شيء. الفرصه مفتوحه للحوار والنقاش.